شروش عليكي. لا تحضني ولو تنحني ربي ايدي وسهلا فيك استاذ ممدوح. انت عندك فكره عن كيفيه الشغل عندنا هون؟ البركه فيك استاذ سالم، بعدين انا من ايدك هي لايدك هي. يا سيدي اهلا وسهلا. على العموم انا بفضل انك ترافقني بجولاتي بين العمال وشوي شوي تتعلم على اليه الشغل هون. بالمناسبه حطوا لك مكتبك مواجه مكتبي، يا ريت قمت تستلمه. شكرا استاذ سالم. اهلا وسهلا. الو، طيب اعطيني اياها. الو عليا، انا نعيمه. اهلين نعوم. عليا بدي اشوفك كثير ضروري. خير؟ بدي اعرف منك مشكله سالم. بس انا يعني لعندك على البيت ما فيني اجي. لا انا بدي اشوفك برات البيت. طيب انا بخلي الشغل الساعه 2 وانت؟ وانا كمان الساعه 2. وين بتحبي نلتقى؟ ايه منيح. إيه بس لا تتأخري لأنه أنا لازم أرجع الدوام الساعة 5. طيب أوكي، باي باي. يا خالي كيف هبة هلا؟ بدل ما تسألي عنها طلعي شوفيها، اللي كنت حذرك منه صار. لك يا خالتي هبة هلا شو طفلة اللي احتنقوا طول الوقت نغنجها وندلها؟ بعدين على فرض انه نحن غلطنا بحقها بتقوم بتسرق لحتى تعاقبنا؟ انا احساسي في حدا عم يلعب بعقلاتها. البنت مفسودة ولازم اعرف شو اللي مفسدها. كأني كنت عم غني بالطاحون. مو لازم تعدي معها بالاول لحتى تفهمي مشكلتها وشو يلي فسدها على قولتك؟ Thank you.
هيك يا هبة؟ هيك بتعملي؟ بتسرقي يا ماما بتسرقي؟ شو ناقصك؟ قليلي شو مقصرين معك؟ احكيلي يا ماما، احكيلي شو مشكلتك؟ احكيلي ليش هيك عملتي؟ شو الفايدة؟ إذا بكرة صبح رح تفيقي نسياني مشكلتي، أصلاً أنتي نسيانتيني كلي. أنا الله يسامحك، هذا جزاتنا؟ اطلعي حواليك يا أمي، في بنت عايشة مثل ما أنتي عايشة؟ في بنت أهلها عم بيقدموا لها مثل ما نحن عم نقدم لك؟ نحن فنينا عمرنا كرمالك. أنتو؟ أنتو فنيتوا عمركم مشان المصاري، مشان الملايين، مو مشاني. لك أنا ما بدي شي منكم، ما بدي شي، ما بدي مصاري، ما بدي سيارات. أنتي بتعرفي ليش أنا كنت عم بسرق؟ مشان كبهم، مشان توصل برجلي. إن شاء الله مفكرة إنه أنا مبسوطة بالسرقة، ولا كنت عم بتسلى، ولا عم بلعب. خلاص، لكن ليش لا تعملي هيك؟ لحتى أتحداكم، لحتى أقلكم إنه أنا هون. ماما، ماما أنا محتاجة لكم، محتاجة أحس إنه عندي أم وأب، عيلة، نسهر وناكل سوا ونمزح سوا. ماما اجتهيت، اجتهيت شي يوم في إلاقيك عم تمسحيلي على شعري ولا عم تبوسيني مثل وقت ما كنت صغيرة. خلاص بابا، خلاص أنا بوعدك يتغير كل شي. خلاص يا عمري، خلينا ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة. هل تصدقيني ما هيك؟ عن جد ماما، أنا عم بحكي من كل قلبي. أنا كنت مفتكرتك كبرتي، تاركي لساتك صغيرة. الله أحلى نوم على صحيك يا أمي. حبيبتي ماما، أنا بدي أطلب منك شغلة صغيرة. إياك تعتذري من بابا. لا، ما بعتذر منه، اصلا هذا مو ابي وما له علاقه فيني. اصلا انا عملت كل هالشيء لاني بحاجه لاب، اب حقيقي، فهمتي؟ اب حقيقي. لا يا هبة لا، الله يسامحك، يوسف كمان ابوكي، هو اللي رباكي، هو اللي رعاكي. نسيتي قديش كان يحبك ويدللك؟ نسيتي انتي قديش كنتي متعلقه فيه؟ هو ما كان ينام إلا لتنامي بحضنه ويغني لك يا أمي. ما رح اعتذر، وما بدي اياه، وما بدي اشوفه، وإذا بدك تجبريني برمي حالي بالجمار. لا حبيبتي، لا عمري، اتركيني اتركيني اتركيني. خلص ماما اتركيني، ما بدي حدا، ما بدي حدا. منين اجتنا كل المصايب هاي؟ منين؟ تأخرت مدام، إنها مخلينا نبدأ الاجتماع. ما بيصير نبدأ الاجتماع بدونها، هي رئيسة الجمعية وهي صاحبة المشروع. احكي معها شوفي شو اللي أخرها. طيب الو، مرحبا ست نديدة، وين الست الهام؟ لهلا ما اجت على الجمعية. الهام تعباني وما لها طالعة من البيت. سلامتها، طب فيني احكي معها؟ نايمة معفاية ان شاء الله. مرحبا. اهلين عليا. الك زمان؟ لا هلا فتت. يعني نعيمة انت بتعرفي لولا معزتك صدقيني ما كنت بجي. عليا فهميني شو في، طولي بالك، أنا صار بيهمني أعرف كل شيء عم يصير مع سالم.
قال لك انه قلعني من مكتبه؟ لا، بس فهمت انه مزعوج منك وما قال لي ليش. اول شيء لازم تعرفي لو انا ما بحبكم ولو سالم ما قالوا عندي معزه خاصه وما بنستفضلوا علي، كنت ما برضى اتدخل بشي. بعرف، والله بعرف يا عليا، ومتاكده من هالشي، بس انا لازم اعرف شو مشكلته لسالم بالضبط. مشكلته انه عنيد وراسه يابس، والكل صاروا يحسوا هذا الشيء. يعني ما تزعلي مني، جوزك دقه قديمه. كيف؟ لك يا نعيمه، انت شايفه الحياه وشايفه شو اللي عم بيصير فيها. الحياه تغيرت، هذا الزمن صار بده اسلوب تعامل مختلف عن قبل. يعني ما بعرف عليا، انا لهلا ما فهمت سالم بشو عم يغلط. ما عم يغلط، القصه وما فيها انه واقف بوش مصالح العالم بالشركه وعم بيحاول يفهمهم انه حراميه ونصابين، والحقيقه غير هيك. هن عم يتعاملوا مع ناس يستنفعوا منهم وعم ياخذوا نسبتهم بدون ما يدروا مصالح الشركه، وهذا حق وكل الناس ماشي عليه. اذا صاحب الشركه عرفان بهالشيء وساكت، يعني سبحان من نفع واستنفع. عليا، يعني ما في شيء غلط عندهم؟ انت بتعرفي سالم لا بيحب الغش ولا الحرام. يا نعيمه، لو في شيء من هاد كنت انا برضه احكي مع سالم. بعدين يعني انا سامعه الوتوتات اللي عم بتصير من قفا ظهره، صدقيني بكل بساطه ممكن يرموه بالشارع. هي شو عم تحكي عليا؟ شو يرموه بالشارع؟ والله بينخرب بيتنا. وهلا ما صار شيء، بعدنا على البر، ما بدها اكثر من انه يضطر يمخه شوي. صدقيني عم بيروح على حاله بلاوي، مو حرام ياخذهم غيره؟ ليك هون كلهم صاروا فوق الريح وهو لساته مكانك راوح، شو جنيته لحد هلا؟ اخ يا حسرتي. تركي تركي، روحي غسلي ايديك وغيري اوعيك. ليش؟ بدنا نروح لشقة على الهام، اليوم ما اجت على الاجتماع، عن شغل بالي عليها. ما بدي روح. ليش ما بدك تروحي؟ ولا بس وقت البسط والفرفشه من رافقهم؟ لا وقت البسط ولا وقت الزعل، انا هدول العالم ما بقى بدي احكي معهم، وانت كمان لازم تقطعي صلتك فيهم. خير ليه؟ شوفي انا من امبارح حاسه انك مو طبيعيه. متخانقه انت وهبه شيء؟ ما في شيء، بس ما بدي اياها، ما بدي اشوفها، انا بكرهها لهي البنت، ما بدي اسمع بسيرتها. خير شوفي، وحده سخيفه تافهه قليله ادب مو مربايه، بتضل بتذلني، حطتني عكازه على خاصرتها، اصلا ما حدا بالجامعه بحبها. شو هالحكي اللي عم اسمعه؟ بقص لسانك اذا مره تانية بتجيبي سيرتهم بشي مو منيح. هدول الجماعه لهم فضل علينا، لولا الهام منين كنتي بتعيشي؟ لو ما وظفتني بالجمعيه منين كنتي بتاكلي وبتلبسي وبتدرسي؟ انا هدول الجماعه ما عاد بدي اياهم، ما عاد بدي اياهم، تصطفني منك لهم. شو فريد، لقيتك بورتريه اللي عم دور عليها؟ ما لقيت شي. انا رايحه بدك شي. لوين ما بدك؟ انت اليوم مانك طبيعي. باي باي. ولك سمر مشان ال... الو. اي يوسف، هديت حبيبي؟ هديت. شو كمان اليوم مو جاي على البيت؟ لا جاي، وانا عم بنتظرك. طيب. شو ما بدك تاكلي؟ مالي نفس. وليش هيك قلبي خلقتك؟ فيك تقلي ليش قلعتها لعليا من مكتبك؟ وانت شو عرفك انه قلعتها من مكتبي؟ يا سيدي انا شفتها. وانا ما قلت لك تقطعي صلاتك فيها؟ وليش بدك ياني اقطع علاقتي فيها؟ لانه هذا شغلي يا خانم، وانا ما بسمح لك بنوبة تتدخلي بشغلي. هي بنت خالتي وما بصير عاديها من دون سبب. لا تاخذيني، بس هي بنت خالتك يا خانم، كلها على بعضها انا مبطيئه. لكن خانم بدها ياني اتدرج على العافيه، بدها ياني يصير مثل معلمها نصاب وحرامي بلا ضمير. ليك لا تخليني احكي اكثر من هيك، بس بقى. بس انا اللي فهمته غير هيك تماما. شو يعني انا كذاب؟ انا ما عم اقول انك كذاب.
شو معنات كلامك بالله؟ معناته حاجتك بقى، حاجتك لسه حامل لي هالسلم بالعرض على شي فاضي؟ ولك تطلع حواليك، شوف الدنيا كيف ماشية، لسه بتشوف الأمور من زاوية ضيقة. بدك يعني يصير نصاب وحرامي مش هيشوف الدنيا كلها صح؟ أنا ما عم أقول هيك، ولا برضى أصلا إنك تكون نصاب وحرامي، بس حقك لازم تدافع عنه. بتعرف شو عم يقولوا عنك بالشركة؟ عم يقولوا عنك أجدب وغبي كمان. أنا غبي؟ ولك أنا بفهم أكثر منك ومنه من اللي أكبر منهم كمان. اسمعيني منيح، أنا هيك ما حأتغير بعمر، فهمتي؟ أهلين حبيبي، مساء الخير يوسف، ممكن نقعد نحكي أنا وياك؟ بعدين بعدين، مو هلا. يوسف، أنت معقول؟ يعني إذا البنت غلطت بتقوم أنت بتكبرها وبتنام برات البيت؟ تكبرها؟ شي اللي عملته قليل؟ هبة طفلة، من حقك تربيها ومن حقك تحاسبها على سلوكها، مو تهرب. أنا هربت من عيونها، من نظرتها المليانة حقد وكراهية. يوسف، انت ليش هيك عم تحكي؟ معقول هبة بنتك وانت أبوها؟ انت اللي علمتها وانت اللي كبرتها وانت اللي ربيتها على المسل والفضائل، منين بدها تعرف الحقد؟ معقول هبة تحقد عليك وتكرهك؟ بس هذا يلي شفته بعيونها. على كل حال ما مشكلة، البنت معها حق. يمكن نحن كنا أنانيين وما فكرنا غير بحالنا. البنت لو كان عندها أخ أو أخت كان وضعها أحسن من هيك. على كل حال ما صار شيء. هبة، هبة انت بتحبيها للماما؟ طبعا ماما، ليش انا مين الي غيرك؟ حبيبتي اصبح بدي اياكي تعتذري من ابوك. ما رح اعتذر منه، اصلا هذا مو ابي، ويشكر ربه انه عم بقول له بابا. هبة هبة هليكي، شو عم تحكي انت؟ انت بدك تخربي بيتي، بدك تدمري كل شيء بنيناه انا ويوسف، شو قصتك انت؟ اصلا نحن من غيره ما بنسوى شيء يا بنتي، ما بنسوى شيء. هو الامان بالنسبه الي والك. امان؟ انو امان؟ اساسا انتو مو حاسين فيني، ماما انتي بالجمعيه وبابا بشغله، هلا انتو لو جبتوا لي اخ ولا اخت ما كنت تسليت انا وياهم؟ ولك انتو منين طالعين لي بهالنغمه انتي وياه؟ شو صايلكم بهالبيت؟ شو صايلكم؟ لعنه نصبت عليه؟ شوفي هبة، هي كلمه ما في غيرها، يا بتروحي بتعتذري من ابوكي يا اما ما راح تشوفي وشي بهالبيت ابنه، عم تفهمي؟ شو منى؟ شو؟ ما تعبتي؟ شو عم تعملي؟ عم دخل المعلومات اللي عطتيني اياهم. انتهى الدوام. والله؟ اي مزبوط، يلا. هلا ما في حديث تحكي لي اياه الا عن فريد، لسه كل شوي فريد عمل، فريد صار معه، فريد قال لي. يعني عن شو بدك يعني احكي؟ على مشكلة الشرق الاوسط؟ لك يا فهيمة، في احلى من حديث الحب والغرام؟ لك انا حب هاد يا مجنونة، حب من طرف واحد ما اعتبرتي لي يا غرام؟ لك يا فادية، فريد شاب ما بيتفوت، ما في منه بالدنيا.
فريد فنان مرهف الحس. أنا قديش بعرف شباب، بس ما حدا منهم قدر يهزلي مشاعري. أنا ما عم بقدر فكر غير بفريد. إيه ليش أبو كمين؟ إيه والله مات عليكي. لا لا، فريد شي تاني. فريد رجل ناضج، شاب متزن. فريد شو بدي أحكي لك عن فريد؟ فريد إيه هلأ شو؟ نطلب عشا لما نقوم نمشي أحسن من هالقعدة. إيه منطلب عشا، ليش حتى ما نطلب عشا؟ بس تعرفي فاديا، رغم كل شي حاسة إنه مرجوعه إلي. قد ما يلف ويدور مرجوعه إلي. قولي حاجة أي حاجة، قولي حاجة أي حاجة، قول بحبك قول كرهتك قول 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 وما يهمك. عزة خانم اطفي لي هالمسجلة سرعتيني، لسه أمك بتضل علقانة صباح فخري وأنتي عم تحلمي. هلكتوني. شو قصتك؟ أنت اللي هلكتينا، صار لك فترة مالك على بعدك، شو القصة؟ ما رح أروق إلا لتنحل مشكلة الكمبيوتر عندي، صار لي أسبوع عم حاول وما استفدت شيء. طيب أنتي ما رحتي لعند محمود وسألتي؟ بلا، بس كمان ما استفدت منه، لو كان بده يساعدني كان ساعدني. أنتي شو اللي بدك إياه بالضبط؟ مفتاح السر. مفتاح السر لشو؟ سر ما بيهمك تعرفي. إيه بالناقص، الحق على اللي عم يسألك. إيه؟ صباح الخير ماما. صباح الخير. ماما ليش ما عم تحكي معي؟ طيب ماما والله أنا مو قصدي، أنا آسفة. طيب الو. مرحبا الهام خانم، خير؟ شغلتي لي بالي. لا ما في شيء، بس تعباني شوي. الله يسلمك. وكيف صرتي هلا؟ يعني احسن. يعني طب في شيء زعجك؟ شغله خاصه. مريت امبارح لشوفك كنتي نايمه. شكرا حبيبتي لاهتمامك. طيب بتحبي مر لعندك؟ يعني أنا جاهزة لأي شيء. لا لا، ما في داعي تعذبي حالك. طيب مع فاي إن شاء الله. أكيد صاير معهم شيء، يا خوفي تكون لونا هي السبب. Thank you.
رونا، صاير شي بينك وبين هبة؟ احكي شو صاير بينك وبينها؟ ليش ما حكوا لك؟ شو بدهم يقولوا لي؟ اساليهم. انا عم بسالك، الك احكي. ما صار شي، هي بعطتني اسواره رحت لبيعها عند الصايغ، شكوا انها مسروقه، جابوا الشرطه واستدعوها لهبه. هذا هو كل شي صار. الله لا يعطيكي العافيه. انا شو ذنبي اذا كانت هبه سارقتها؟ بتخرسي وما بتحكي كلمه بحق هبه. ناقصها هبه مصاري لحتى تسرق. يلا يلا امشي البسي، خلينا نروح لعندهم عشان تعتذري منهم. مالي رايحة. لك بدك تروحي غصبا عن راسك، فهمتي؟ مالي رايحة، إذا أنت بدك تتذللي لهم تصطفني، بس أنا ما بتذلل لهم. بتخرسي، أنا شو جايني منك غير وجع الراس؟ الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. مرحبا ست نديمة. أهلين مروة خانم. أهلين ست إلهام. إيه بالصالون، تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا، تفضلي ارتاحي. سعدة عملي لنا فنجان قهوه للمدام. حاضر. دخيلك لا تواخذيني يا الهام، ريت انشقت الارض وبلعتني ولا كان صار اللي صار. خير؟ شوفي شو صاير. يا سواد وشي منك، يا سواد وشي منك على العمله اللي عملت. مروه فهميني شو صاير وعن مين عم تحكي. لونا، لونا بنتي. ليش شو عاملة؟ مو هي سبب المشكلة؟ الله يسامحها، لو شفتي الشرطة كيف سحبتها لهبة كان قلبك بيتقطع عليها. ما بتعرف انه ما بصير تنباع الاسوارة بدون ورقة؟ انا لحد هلأ ماني فهمانة شي. ممكن يا مروة تقليلي شو اللي صاير؟ مو هبة هدتها للونا اسوارة؟ ايه. خافت تشوفها معها، راحت لتبيعها، افتكروها مسروقة، عم طلبوا للشرطة. الله يسامحكم، الله يسامحكم على هالعملة. بخيلك سامحينا. لك يا مروة أنا عم قصر معكم شي. طيب في شي مرة كنتوا محتاجين وما وقفت جنبكم؟ بدها مصاري تجي لعندي تقلي أنا لازمني مصاري. صدقيني يا إلهام، خيرك غامرنا ومالنا بحاجة، بس قلتلك خافت مني قامت رح تبيعها. الله يسامحهم، لو وقفت المشكلة عند الإسوارة أنا ما كنت بزعل. بس بنتك هلأ يا مروة فتحت لي جروحات أنا ماني عارفانة كيف بدي داويها. ويلي مشكلتي مع هبة وأبوها، ويلي مشكلتي أنا مع هبة، ويلي مشكلتي مع يوسف. الله يسامح، الله يسامح. الو، اهلين يوسف بيك. هلا كنت بدي احكي معك. هات لشوف، شو كنت بدك تقول؟ نبيع الاسهم ونشتري اسهم شركه شورت اوبشن. برافو عليك. ها هلا انت موسى اللي بعرفه، مو مثل المره الماضيه روحت علينا 300,000 دولار بتخبيصك. سيدي الواحد بيتعلم من كيسه. بدك شيء؟ ايه صحيح، شو قررت مشان عرض شركة ناقلات البترول؟ مش الحال، رح أشتري 5 ناقلات. اليوم بلغني مكتبنا بأتنا أنه وضع الناقلات التايوانية ممتاز وعم يفاوضون أسعار. في شي تاني؟ سلامتك. مع السلامة. Thank you.
شو بك العبص؟ شو بك؟ كل ما اطلع بوشك بشوف فيه شيء جديد. وشو اكتشفت هلا؟ مو بس اكتشفت، حسيت. حسيت انه هبط قلبي، مثل وقت كنت ولد صغير ويدفشوني بالمرجوحة. حسيت كأنه عم شوفك لأول مرة. عن إذنكم. لوين؟ حاسة حالي عزول وغليظة، خذوا راحتكم. عادي عادي عم بمزح، إن شاء الله فكرتيني عم غازل عن جد. عم استناكم بالجامعة، يلا باي. مع السلامة. عم بمزح ما هيك؟ شو بكي لك عزاي عم بمزح؟ ما شفتيها كيف تكركبت؟ لما بنت حساسة؟ خادم انت لازم تنكشيني، ما ادري شو عم يصير لي، عم بنسى حالي قدام العالم. انا كشتك. انكشيني اقوى. هيك يعني؟ بتعرف سمير من فترة خطرت ببالي شغلة. شو هي؟ محمود ولما بيلبقوا لبعض ما؟ اثنين طوال. عم بحكي عن جد. انا فكرت بالموضوع كمان. حسيت انه مناسبين لبعض، تعا نقرب بيناتهم. منقرب. هيك. شو لسه ما وصلت هبة؟ طلعت من الصبح، أكيد هلا بتكون بالكلية، شو صب لك حبيبي؟ شوربة؟ على راسي. تفضل. يسلموا. خلي نديدة. شكرا حبيبتي، أنا بحط لحالي. طيبة؟ يسلموا 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 إيديكم. صح، صحة وعافية. بتعرفي إنه هبة أجت اليوم لعندي على المكتب واعتذرت مني؟ أنا متوقعة هالشي. هبة بتحبك كثير وما بتقدر على زعلك. وأنا كمان ما بقدر على زعلها. إلهام، بتعرفي اليوم أملتها لهبة منيح. فعلا صارت صبية، لها مشاعرها وكينونتها وشخصيتها، لازم تديري بالك عليها. طالما انت موجود بحياتنا انا ما رح خاف عليها ابدا. هو معك حق، بس الحقيقة الواحد ما بيعرف شو مخبي له القدر. باعتبار هبة عم تدرس تجارة، عم فكر انه دربها من هلأ على إدارة الشركات. هيك هيك كل هالأموال وكل هالشركات رح تعود إلها طالما الله ما رزقني بولد. بعيد الشر عن قلبك، ليش عم تحكي هيك؟ ارتبط؟ بمين بدك يعني ارتبط؟ بواحد من هالشباب الصايع بالجامعة يلي بتسلى بالعلاقة، وإذا تزوجها بالحشا وبيمشي؟ لا، ولا بهدول يلي عاملين حالهم شغلة وهن ما في غير بنظره، وبس تعرفين بتلاقيهم ما في اتفه منه. لا معقوله كلهم هيك؟ هلا ولا واحد طبق عقله على عقله. طيب هي سمير، سمير مثلهم شيء؟ يا ريت في واحد مثل سمير. طيب شو بتقولي اذا عرفتك على شخص مثل سمير واحسن؟ شو ساره خطابه؟ عن جد ما عم بمزح، انا حابه اجمعك انت وياه، وصدقيني شخص كثير ظريف. ايش شو عم تحكي؟ شو الشغله هيك؟ هلا انت شو خسرانه؟ بتلتقوا بتعرفوا على بعض، وانا متاكده انه رح يعجبك كثير. وبلكي ما عجبته. وين المشكلة؟ بعدين هو ما له خبر، أنا حابة أنت تشوفي وتقولي رأيك فيه، إذا عجبك تركي الباقي علي. إيه؟ شو فريد عم ترسمني؟ طيب شو رأيك هيك؟ أو هيك؟ أو هيك؟ أو قلك كيف؟
هيك. تفضلي. شو وين؟ كنت من الصبح لهلا؟ كنت عم دور على لوحة مضيعة. ولقيتها؟ كيف بدي لاقيها ولسه ما بعرف؟ لكن مشان هيك قاعد على اتمة مو مشاعل الضوء. ولك انت بدك تجننيني؟ ايه بدي جننك مثل ما انت مجنني. بسيطة. خلينا نحكي لنا كلمتين. لحظة محمود لك دقيقة بس. محمود شبه خيلتني ماني قدران نام قبل ما حل هالمشكلة. صاير شي بينك وبين عزة؟ لا بينك وبين لما. شو؟ منو هي لما؟ رفيقتنا أنا وعزة بالكلية. ايه وشبهها؟ لك شو شبهها؟ العمى شو قلبك من حجر. تعال شوف عن شو عم تحكي انت؟ روح عنا يا عم تسلبها ما هي؟ قيم المزح عم بحكي عن جد. خلصنا خلصنا. لك محمود انت ما بفكر ترتبط بوحدة؟ بفكر بس مين بده تطلع بواحد ما في بجيبته فرنك؟ في مين؟ لما. هي لما بنت كتير كتير ظريفة وحبابة ودرويشة وما همها غير الدراسة. فأنا مش معك فيها. إذا عجبتك عجبتك ما عجبتك كان بيا. إذا عجبتك بنحط الخبزات على الجبنات ونتكل على الله. شو قلت؟ وبركي ما عجبتك. لك أخي أنت شو بدك بهالقصة؟ اترك علي. شو؟ خلص. طيب صباح رباح تصبح على خير كمل شغلك. باعتبار هبة عم تدرس تجارة عم فكر انه دربها من هلأ على ادارة الشركات. هيك هيك كلها الاموال وكلها الشركات رح تقول إلها طالما الله ما رزقني بولد. ولك شبك بتضل مستعجل؟ اتحنى فنجان قهوتك. ما لازم اتاخر على السيد مأمون. ليه؟ طيارته مو الساعة 2؟ امبلا امبلا بس يعني بلكي لزمه شيء، نسيان له شيء غرض وحابب يجيبه، بتعرف انت. يلا سلام. الله معك مع السلامة.
كمان ترجع تتعشى هون. لشوف لك شو لشوف؟ هلا صرت افضل من الاول. باي باي. الله معك. ايه حبيبي ما قلت لي شو بزمتك؟ شلون شايف كمال هلا؟ صراحة طلع معك حق فعلا، كمال متغير 180 درجة على ما بعرفه. الحمد لله. بس بدي اسألك، يعني رح تخليه سائق؟ طبعا لا، هلا عم جهز له موقع مرتب. الله يخلي لي اياك. يلا بدك شيء؟ سلامة عمرك. يلا باي باي. الله ييسر لك. سعيد جدا بمعرفتك أخي كمال. الحقيقة أنا اكتشفت فيك إنسان ذكي ونبيه وشاطر. هذا لطف منك سيد مأمون. أنا راجع بعد فترة، إن شاء الله رح أسس شركة هون ورح يكون لك مكان مهم عندي. المهم إنه شوفك، يعني الشيء اللي صار بيناتنا أهم من أي شيء. تصل بالسلامة. سلم أمرك. شكرا. طمنيني شو صار معي؟ والله ما زبطت معي، ما قدرت ادخل على كمبيوتره. تدخلي على كمبيوتره؟ شو القصه بالضبط؟ انتبهي، هي مسؤوليه وفيها محاكمه، ديري بالك انتو شركه. قلت لك الموظفه سافرت برات البلد وحطوني محل على اساس بفهم بالكمبيوتر منيح، وانا بصراحه ما بدي اخسر الوظيفه. طيب انتو ليه ما بتفرمتوه بتخلصوا من القصه كلياتها؟ مستحيل. في ملفات مهمه نحن ما بنقدر نستغني عنها. معناتها بدك تضلي تحاولي. طب كيف بنسمع انه في ناس دخلوا على اعقد الكمبيوترات بامريكا وقدروا يدخلوا على كمبيوترات المصارف وقدروا يسحبوا منها مصاري كمان؟ هدول يا بيكونوا عباقره او بالصدفه دخلوا عليها. طيب ما في طريقه نقدر نلغي فيها كلمه السر ونرجعها؟ مستحيل، لان هي من اصل البرنامج. والحل؟ جربتوا اسمها انتو؟ جربت اسمها واسم صاحب الشركه واسم مرته وبنته وما مشي الحال. طيب اسم ابوها، ميلادها لها، ما عندكم ذاتيه لها؟ بلفي.
هبة ويوسف وإلهام بالحديقة. هبة ويوسف وإلهام بالمطعم. اليوم عيد زواج بابا وماما. حبيت إني فاجئهم بهدية زواجهم، فتحت مطمورتي وأخرجت ما بداخلها. ثم ذهبت إلى السوق واشتريت لهما برواز حب ليضعا صورتهما به. يعني بعد يومين؟ صفائر